طب ادي فكرنا بقى بالصوره دي يا كابتن. دي صوره جميله جدا في النادي ده. كان في نادي في سفينه او بحاره يونان، فقالوا ايه احنا عايزين نعمل ماتش عندكم في الشاطبي. نعم. دي كانت اسمها مدرج حوده. انت لعبت برضو في الماتش ده؟ لعبنا يا كابتن. ده مدرج اهو. وكان في مدرج ام كلثوم. ما لسه جاي لك عليه، جاي لك عليه. فهنا هو هنا حتى اللاينز مان ده ايه رشاد عارف. كان عميد رشيد عارف، كان راجل من نادي الاتحاد. نعم. وبرضه هنا هو في بلال اهو، بلال الاولاني خالص. في اباظه هنا تحت شايفه، اباظه اللي اول واحد، وجبريل ابو الوفا. ايوه. وبعدين ده سمير مخيمر اهو، سمير مخيمر، واحمد يعقوب، احمد يعقوب اخو كابتن عز الدين يعقوب. واللي بعديه اللي انا مش شايفه كويس، انا هنا في تحت اهو. انت تحت. وفي بوب اهو، وفي فوق بقى اللي اول واحد على اليمين فوق مين؟ ومحمد جابر برضو موجود. ومحمد جابر التانية. طبعا. وده لابس اللي هو بلال حكم. بعد ما كسبتوا النادي الاهلي يا كابتن في كاس مصر، كسبتوا نادي الزمالك بعد كده في كاس مصر برضو، مش كده؟ قبل الاهلي كاس. قبل الاهلي. ها الكاسين اللي خدناهم من حققت كام بطوله وانت بتلعب في نادي الاتحاد؟ حققت كام بطوله وانت بتلعب في الاتحاد؟ ثلاثة. اثنين مع احمد صالح، مع كابتن احمد صالح. كاس قرن شطه اهو، مش كده؟ ده شطه. هنا بصك هزم الاتحاد الزمالك 3-2 وفاز بكاس مصر. مظبوط. ايوه احمد صالح نقل الكاس من القاهره للاسكندريه. اسكندريه. مظبوط. هو كان بيلعب سنتر هاف، فالكابتن سيد حوده كان بيطلعه في الازمه. هما كان الزمالك كان كسبان 2-1، فطلع احمد صالح ورجع اباظه يقف مكانه في السنتر هاف، وطلع كابتن احمد في صالح. في فؤاد مرسي بقى، وفي طبعا، ويعملوا له الكوره، راح بقى التعادل 2-2، وراح جايب الجون الثالث بقى 3-2 وخلص الماتش. وانت بتلعب في مباراه الكاس مع النادي الاهلي، واللي كان بيلعب عليك لازقه شطه. ايوه حبيبي ده. طيب قول الو كده. ماله؟ قول الو. الو وكباتن. ايوه شطه. انا شطه يا كابتن شحت، ازي حضرتك؟ ايوه حبيبي، صوتك جميل والله. حبيبي يا كابتن والله العظيم، احنا يعني ما صدقنا ان سمعنا صوتك. طب يوم ما انت حطيتي على اكتافي، ايه رايك فيها دي؟ ده انا كنت برد فوقيك. ازيك يا منعم؟ حبيبي يا ارض مصطفى، ازي حضرتك؟ شطه فيك حبيبي. والله بشكرك على انك استضفت الكابتن. والله انت حبيبي برضه. يعني والله يعني اضافه والله لينا كلنا. طبعا جميعا حبيبك. طبعا يا كابتن شطه، في الصور هنا صوره جميله. بالنسبه لشطه، كابتن علي ابو جريشه. كابتن علي ابو جريشه طبعا، ده نجمنا، نجم كبير. شطه افتكر كده موقف مع الكابتن شحته في الملعب كده. عارف يا كابتن مصطفى، انا ايدكودي طبعا. كان يعني بالعمل في الماتشات اللي فيها يعني النجوم الكبار اللي موجودين، عشان نعم، وكان حكايه المان تو مان دي موجوده زمان، انك تمسك اللعيب في كل مكان بحيث انك تشله تماما، ودي طبعا كانت اسلوب لعب موجود يعني حتى على مستوى بطولات كاس العالم. فانا كانت مهمتي طبعا، كان شحتر في اسكندريه، وكان طبعا عندنا في الاسماعيلي امين دابو، وكان عندنا في ترسانه شاكر عبد الفتاح، سعيد الشرف، والزمالك فاروق جعفر. وطبعا فاروق جعفر في الزمالك يعني. مش عايز انسى النجوم الكبار دول. شحته ده كان خطير، لو مسكت شحته الاتحاد ده كله بيتشال. فكنت لازيل يا مصطفى مره. كانوا يعني كان بيلعب على فاروق جعفر، يقول لي انت ايه ده، انت ما بتزهقش؟ اقول له والله العظيم دي شغلتي، انا جايبين انا عشان امسكك. فكانت على طول الحقيقه لا يتفوه بالفاظ، ولا يعني يتسبب في فاولات، وكان يعني نجم كبير. فكان هي كنت حريص جدا على ان اتعامل معاه بشكل في برضه نوع من الاحترام، يعني ما يكونش في اي نوع من الرفض او اللعب العنيف. طبعا الحاجات ديت، لانه الحقيقه احنا كنا عارفينه طبعا في تلك الفتره اواخر الستينات واوائل السبعينات، كان نجم كبير جدا في منتخب مصر، كان هو الحقيقه وسط في مصر عموما، وده كان شرف ليا كبير ان انا لازم في تلك الفتره والعب معاه يعني في مكان واحد الحقيقه. كابتن شحته عاوز تقول ايه لشطه دلوقتي؟ ده حبيبي والله، هو عارف. وفي اسكندريه كان بيعمل يدرس اداره هناك. الدوره يا مصطفى، دوره في الترمان بتاعت الافريقيه دي. كان بيحضر معانا في الترام، رحت له والله. وجه هو يعني كان جيست اوف اونر، عضو شرف،
مع الحقيقه كابتن الدين وكابتن اليمني، وكان معانا برضو برضو نجوم اسكندريه كانوا موجودين في الدوره دي، يعني على شرف وجود الدوره السي والبي. الحقيقه التقيت بيه، شوف بعد فتره قد ايه، من 76 77 ما التقيناش الا في 2006 او 2007 حاجه يعني. ما يا شط، عاوز انا عاوز اقول الاجيال الجديده ديت العلاقه اللي بتبقى كانت طيبه بين النجوم بينهم وبعض بتفضل ابديه طبعا. وانت لحد دلوقتي الكابتن شحت لسه بيتكلم بيجيب سيرتك بالخير، وانت طبعًا بتجيب سيرته بالخير طبعًا. فده السيره والسمعه الكويسه. لا دي رساله يا كابتن مصطفى تتقال على الوضع الراهن في الوسط الرياضي والتعصب الشديد والتلاشق الاعلامي اللي ملوش لازمه، يعني دي كلها كره قدم وكلها امور رياضيه، ما كان يجب الامور توصل لهذه المرحله. دي شايفه هنا حتى في نادي الزمالك وحتى في نادي الترسانة وحتى في نادي الاسماعيلي في نادي كل الانديه ونادي كلنا زمايل وكلنا اصحاب، عمرنا ما سئنا البعض، عمرنا ما الحقيقه يعني حتى عايرنا بعض بمكسب وهزيمه وحاجات دي. فاتمنى هذه الرساله توصل لكل الاجيال الحاليه عشان تكون قدوه لينا جميعا ان شاء الله. كابتن شطب بنشكرك على دخولك معانا في برنامجنا، وانت دايما منور الدنيا كلها. والله كتر خيره.